فهم. لا انا ديجا هذه تاع 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 نبيل نغيز ما عجبنيش الحال، باسكو شوف يعني تسمى حنايا درك كي نديرو قراءه ايجابيه نقولوا بلي تو فا بيان مليح مصطفى معزوزي، كي قلت بلي انا ما عجبتنيش التصريح تاعو باسكو بريزونتينا كوم ان غران طونترينور، ماشي هكذا اللي تسير امور الفريق الوطني. شوي ديزولي حنا نروحوا بالعقل في رمضان، احب ان تكون التاخير إيه يشير ماذا بينا فعلا يكون سوء فهم فعلا لم يطلب ربما منه هل يبث الحوار لا يبث، لكن فيه حبينا نديروا ذاك التاخي بين الناس الكل. شوف شوف انا كاين ميم اللي كذبوني قال لك مصطفى معزوزي ما هضرش مع بالماضي. شوف الحمد لله انت شفت صحيح بعينك. انا درك انا ما رانيش هنا بور بلير هكذا، كي تقول كي تقول حقيقه مره انا ما رانيش هنا باش اشاك فوا نجي لهنا نتكلم غير على السلبيات، ان شاء الله نجي لهنا نتكلم على الايجابيات. لكن وراه الايجابيات انا فريق الوطني لا يوجد ايجابيات. اسمح لي، لا لا كاين ايجابيات. كيفاش قلت لك ان شاء الله ما نكونش هنا باش نتكلم غير على السلبيات؟ نعم ياك كي نتكلم على الفريق الوطني جاء مدرب جديد، انا قلتها اعيدها واكررها، قلت لك انايا ماشي كيما العصابه اللي داروا له حرب قذره بالماضي. انا ما رانيش انا بور ريغلي دي كونط، نقدر ندير المال حكيم وتعرف باللي وكان ندير المال انايا بالك الناس اللي يحبوني تبعوني. مي من نجي لهنا نكذب تالمو يحبوا مصطفى معزوزي يعرفوني يقول الحقيقه، مي هذاك هذا بارابول ليكيب راني نكذب يتبعوني، دونك هذوك لادفيرسير تاوعي يخسروا معايا. واش قلت لك؟ قلت لك انا ما نديرش كيما هما، قلت لك انا وطني، انا حب الفريق الوطني، انا هذا المدرب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش سوف أسانده كما ساند بالماضي وكما ساند ربح ماجير هكذا باش نتفاهموا. ما رانيش هنا بور ريغلي دي كونط، انا ما نخدم مع لاي طرف الحمد لله هكذا. يا اخي سقسيتني على زوتشي، زوتشي اعتز بصداقه تاعو ممتاز هكذا، لكن في كرئيس فيدراليه كاين وين خطا قلت له، كاين وين اصاب قلت له. دونك اليوم الفريق الوطني بدينا حكي مش صرا لعبنا مقابلتين وديتين، بدينا بلا ليست اخي. قلت لك انا كنت عندي الجرأة قلت لك ماشي فلاديمير بيتكوفيتش اللي دار لا ليست، قلت لك ماشي حاجه ماشي مليحه ما يعرفش. دونك اوتوماتيكمون باش تكون شفافيه قلنا الفيدرالية كانت عليها تقولنا باللي هذا لا ليست دارتها المديريه الفنيه ولا مساعد المدرب نبيل نغيس. علاش تخافوا؟ علاش ما تواصلوش؟ تواصلوا وكونطري حاجه مليحه. لماذا يقال لك انت كاعلامي لماذا يتم الاعلام يقول لك على ومن قال لك جانب نغيس قبل ان ياتي بيتكوفيتش وربما هو من وضع القائمه؟ لماذا انت تقول بان الاتحاد يلا كاين لوجيك، كاين لوجيك. انت تجي عندك اون باز دو دوني، عطيت لك ليكزومبل الوزير يجي، كي يجي الوزير ما يديرش لي ديسيزيون، يصيب ديجا اطارات في الوزاره. واش يدير؟ كيبدا العمل تاعو يعيط الاطارات هذوك اللي كاينين في الوزاره، ومن بعد كي يشوف كاين نقائص في الاطارات يجيب واحد اخرين ولا يحوز لما يخدموش هكذا. دونك كانت عنده اون باز دو دوني، لا باز دو دوني حكيم واش هي؟ لي 26 اللي كانوا في راكا هذوك اللي تجيب هكذا، وما تجيبش 31 في 16 بزاف. انت مقتنع بالاسماء اللي جات؟ ومن بعد كي جاب شفنا درنا قراءات، بالك غلطنا شفنا درنا قراءات علاش ما جابش هذا علاش جاب هذا هكذا. ومن بعد واش ما عجبنيش الحال؟ التطبيل. اسمع درنا جوج مقابلات لعبنا مع فريق ضعيف اسمه بوليفيا هكذا، ربحناه ديفيسيلمون، كنا خاسرين في السكور، ومن بعد درنا تعادل. ممتاز اللي يكون خاسر ويفوز مليح. خلينا درك خلينا ما رانيش نقول لك ماشي مليحه، قلت لكم بعد قلت لك فريق ضعيف. ضعيف سبحان الله العظيم، فريق ضعيف يكون منهزم ويعاود يرجع ما كانش مؤشرات ايجابيه. راك تلعب امام ملعب ممتلئ، راك تلعب في بلادك فهمتني، علاش شاك فوا نخسروا نعاودوا نوليو في النتيجه؟ نفس المقابلتين نفس السيناريو. ومن بعد شفت انا التطبيل.